حفل مونديال قطر بمجموعة من الأرقام القياسية وهذا أبرزها: أسود الأطلس المنتخب المغربي سطر اسمه بقوة في العرس الكروي وأصبح أول منتخب إفريقي وعربي يعبر للمربع الذهبي منذ انطلاقة النسخة الأولى قبل 92 عاماً، وأصبح لاعبه بلال الخنوس بعمر 18 عاماً و221 يوماً أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم. أصبح المنتخب الأرجنتيني أول منتخب يحمل لقب كوبا أمريكا ويتوج مباشرة بكأس العالم. 172 هدف سجل في 64 مباراة شهدتها البطولة لتكون الأعلى تهديفاً في تاريخ بطولات كأس العالم. استحوذ الأرجنتيني ليونيل ميسي على العديد من هذه الأرقام، وكان أبرزها امتلاكه للرقم القياسي لعدد المباريات التي يخوضها أي لاعب في تاريخ المونديال ب 26 مباراة بدقائق هي الأعلى على مستوى اللعب، وصلت إلى 2314 دقيقة. كما أصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في المونديال برصيد 13 هدف، وبات البرغوث أكثر لاعب يساهم في مباريات كأس العالم بواقع 21 هدفاً، 13 هدفاً و8 صناعة. ميسي أيضاً هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً في كل الأدوار الإقصائية لنسخة واحدة. حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس أصبح أكثر حراس المرمى مشاركة في تاريخ مباريات البطولة برصيد 20 مباراة. أما زميله جيرو فقد بات الهداف التاريخي لمنتخب الديوك. إمبابي بعمر 23 عاماً و363 يوماً هو أصغر لاعب في تاريخ يسجل 10 أهداف في كأس العالم، كما أصبح أيضاً أسرع لاعب يسجل هدفين متتاليين في مباراة واحدة ب 97 ثانية في شباك الأرجنتين. إمبابي هو أول لاعب في التاريخ يسجل 4 أهداف في المباريات النهائية لكأس العالم. كأس العالم قطر 2022 هو أكثر البطولات بتاريخ المونديال التي تصل مبارياتها إلى ركلات الترجيح بواقع 5 مباريات. يا أستاذ خالد، شو أبرز رقم أو معلومة لفتت انتباهك يعني بشكل عام؟ هذه كل أرقام يعني قياسية لم تسجل من قبل. نعم، حتى ممكن تبحث ممكن في أرقام قياسية أخرى، لكن بالفعل في أرقام رائعة. نعم. أعتقد الرقم الأبرز اللي حظي بالاهتمام رقم ليونيل ميسي لما تخطى لوتر ماتيوس. نعم. من حيث عدد المشاركات 26 مشاركة. نعم. وأيضا من حيث أنه هو يعني اللاعب اللي سجل في كل دور من أدوار البطولة، أدوار الأقصائية، مجموعات 16 كوارتر فاينل، على الرغم قبل هذا المونديال ما لم يسبق له أن سجل في دور أقصائي في كأس العالم قبل هذا المونديال. صحيح، حتى المونديال الماضي مضيع ركلة جزاء أمام. نعم. أيسلندا إذا بتتذكر. نعم. لكن أنا بدي أميز بين رقمه هذا والرقم اللي سجل ولا زال صامد إلى الآن. جيرزينيو البرازيلي سنة 70. نعم. جيرزينيو سجل في كل مباراة من مباريات كأس العالم. نعم. لكن وقتها كان عدد الفرق كم؟ 16 فريق، وعدد المباريات أقل، فبالتالي يعني الأهداف اللي سجلت في كل مباراة كانت عدد المباريات كان فيها أقل. لكن أرقام جميلة عن مبابي، يعني رقم أنا لك إنه هو أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراتين نهائيتين. نعم. هذا رقم رائع جدا بالنسبة للاعب جديد ولا زال في طور البداية. و97 ثانية بين هدفين، هذا كمان رقم قياسي له بين الهدف الأول والهدف الثاني من منتخب فرنسا. هي سبحان الله المونديال في الآخر بدأ وكأنه منافسة بين الاثنين. نعم. العملاق اللي عمره 36 سنة ليونيل ميسي، وأيضا العملاق الصاعد كيليان بابي اللي وصل إلى 23 سنة وأيضا أرقامه ما شاء الله. نعم. فبالتالي صارت حتى الصحافة العالمية تعقد المقارنة بينهم قبل بداية المباراة النهائية، من يتفوق على الآخر، ميسي أم مبابي؟ الأكثر أهدافا أيضا بتاريخ بطولات كأس العالم 172 هدف، أيضا رقم هذا بس بدي أحكي فيها إنه هذه
يعني 172 في 64 مباراة. نعم. لكن ليست صاحبة أعلى معدل كمعدل. نعم. أعلى معدل يعني كعدد وليس كمعدل. أعلى معدل لازال معدل المونديال ال 54. نعم. لما كان يزيد عن 5 أهداف في المباراة الواحدة، لكن كان مجموع مباريات مونديال ال 54 قبل ما انولد بكثير يعني. نعم. كان 26 مباراة فقط. نعم. يعني. وكمعدل يمكن كعدد أكبر عدد هذا المونديال، ولكن معدل يمكن الأربعة كان خمسة. ممكن يكون أحسن مونديال حضور جماهيري. نعم. في القرن 21. نعم. كان منافسة بينه وبين مونديال البرازيل 2014، لكن فرقت. نعم. حوالي 400 مشجع. نعم. في المباراة اللي خلت مونديال روسيا أعلى من عفوا مونديال البرازيل أعلى من مونديال قطر. نعم. يعني أرقام كثيرة كانت حاضرة أستاذ خالد، وهذا المونديال أكيد سيبقى خالدا في تاريخ نسخ بطولات كأس العالم، وإن شاء الله أن يعود في منطقة عربية يمكن 2030 أعتقد السعودية ومصر واليونان، مصر واليونان يعني بثلاث قارات في منافسة إن شاء الله. حتى المغرب ممكن يجرب حظها مرة أخرى. نعم. المغرب مقدمة 4 مرات. نعم. قدمت للطلب ولم تنجح. إن شاء الله أتمنى نشاهد مونديالات أخرى في دول عربية. يعطيك العافية أستاذ خالد، حضور جميل بالفعل، وإنفانتينو اعترف أنه هو المونديال الأفضل. الله يعطيك العافية، سعداء بوجودك معنا على هذه الإضافة والإثراء دوما بتضيفوا لنا. أنا أسعد بوجودي معك يا بسام، وتحياتي لك وكل المشاهدين. الله يعطيك العافية. شكرا.